والشوط الرابع ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته. الشوط الرابع المخصص للقعدان الثنايا من مسافة 6 كيلومترات قررتها اللجنة المنظمة لهذا السن وهو سن اللقاية. الرابع أشواط هذا المساء ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته، ونبدأ مع صدارة الشوط ومع الانطلاق الأول نشاهد مرضي من ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة الأولى لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، من يقدم لنا انطلاقة مرضي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من شغموم لمبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري، من يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني. ثالث المراكز الوصول والقدوم من قبل البصير لمحمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري البصير، وينطلق ضمن في هذا النعم في ميدان البصير ويريد أن يحقق نقطة في هذا الميدان، ميدان البصير. المركز الرابع شعار المحترف ينطلق ويقدم لنا انطلاقة ووصول طماع سعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين. المركز الخامس الغدوم الوصول من قبل شعار البريدي، من يقدم لنا مبلش عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري. إذن حضورنا الكريم، هذا هو ندانا الأول للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط والباحثة عن الإنجاز وعن الانتصار وعن تحقيق نقطة متميزة في هذا السن أو في هذا السباق أو في هذا الميدان. يا سلام، نعود إلى الصدارة، نعود بعدما أتممنا النداء الأول لمراكزنا الخمسة الأولى المنطلقة والمندفعة والباحثة عن الإنجاز عن الانتصار. نعود إلى مقدمة الشوط، تغيرت الأمور مع طماع، من يطمع في ناموس هذا الشوط، ناموس هذا الشوط، ناموس نعم في هذا السباق المحلي الثالث. نعود إلى طماع مع الصدارة لسعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، من يقدم لنا طماع مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل وجود وتدخل وقدوم المرضي لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، من يقدم لنا وصول مرضي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من شعار فاران بن عتيق البريدي، من يقدم لنا مبلش لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري، من يقدم لنا مبلش مع المركز الثالث. رابع المراكز، رابع المراكز القدوم والوصول من نفط لجابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، من يقدم لنا وصول نفط مع المركز الرابع. المركز الخامس الغدوم الوصول من قبل اسم جديد يدخل ويتدخل دائرة النداء، شعار بن ضابط مع سراب لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري، من يقدم لنا وصول سراب مع المركز الخامس. ندانا الثاني للمراكز الأولى الخمسة المتقدمة في هذا الشوط، الفايف ستار، الكل يبحث عن الإنجاز وعن الانتصار هنا في هذا الميدان أو في الميدان الرئيسي، الكل يريد الصدارة، يريد القمة، يريد الإنجاز. نعود إلى المحترف وشعار المحترف، من يحترف هنا في أرضية هذا الميدان ميدان البصير مع انطلاقة المحترف مع المركز الأول. الله يا طماع، سعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، من يقدم لنا طماع مع المركز الأول. المركز الثاني مرضي شعار البريصي، من يقدم لنا مرضي صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، من يقدم لنا مرضي مع انطلاقة المركز الثالث. رابع المراكز فاران بن عتيق آل بريد المري، من يقدم لنا وصول وتقدم مبلش لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري. بن حسين ينطلق مع انطلاقة نفطة مع المركز الرابع، جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. المركز الخامس شعار من ضابط مع سراب، من ينطلق مع سراب مع المركز الخامس لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري. يا سلام،
سلام يا سلام، الخمسة المراكز الأولى لن يتغير أي جديد، لن يتغير أي جديد هنا مع انطلاقة الصدارة مع الخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط والباحثة عن الإنجاز وعن الانتصار وعن المركز الأول. يا سلام يا سلام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الخيارين، من ينطلق ويغرد خارج السرب مع الانطلاق الأول بهذا الانطلاق الذاتي والانطلاق المتميز والرائع والجميل، العصافير الأوطان بدون أوامر مقوسة تقويس محنطة تحنيط مع انطلاقة المحترف مع المركز الأول. الخيارين يقدم لنا انطلاقة وانطلاق الطماع، من يريد الإنجاز يطمع بهذا الإنجاز. يا سلام يا طماع، انطلق طماع مع المركز الأول مع الصدارة، أهالي الخرسعة يريدون السلامات يا المحترف من هنا من أرضية هذا الميدان ميدان المصير المركز الثاني، الوصول والقدوم من قبل مرضي مع شعار البريصي، من يقدم لنا مرضي مع المركز الثاني صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، من يقدم لنا مرضي المركز الثالث مبلش مع انطلاقة عتيق بن فاران البريدي، من يقدم لنا وصول مبلش مع المركز الثالث. رابع المراكز سراب يريد الإنجاز مع المركز الرابع مع شعار بن ضابط صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، المركز الخامس نفط مع شعار بن حسين لجابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، يقدم لنا نفط مع المركز الخامس. يا سلام يا سلام، الخيارين ينطلق مع الصدارة مع الانطلاق الأول بدون أي تعليمات بدون أي أوامر مع هذا الانطلاق الرائع والجميل، ينطلق انطلاق ذاتي واندفاع تلقائي مع المركز الأول، المركز الثاني مرضي، المركز الثالث مبلش، المركز الرابع سراب، المركز الخامس اسم جديد يتدخل دائرة النداء، يصل مزاحم لطالب بن راشد بن محمد بن عبد الله المري، من يقدم لنا مزاحم مع المركز الخامس. بدأت الأسماء بالتدخل، الأسماء بالظهور. يا سلام يا سلام، المنصة بانت يا أهل الهجن، ما تبقى شيء عن الإنجاز وعن الانتصار. يا سلام يا المحترف، ينطلق مع الصدارة مع انطلاق الطماع مع المركز الأول، طماع من يريد الإنجاز البريصي. يا سلام يا سلام، الكيل الأخير بوابات العبور صفارة الأنذار يا متأخرين، البريصي ينطلق مع الصدارة مع انطلاقة مرضي مع المركز الأول، مرضي مع الصدارة مع المقدمة مع الإنجاز الأول، صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، فاران بن عتيق البريدي، من يقدم لنا مبلش، مبلش من يصل مع المركز الثاني، سرام مع المركز الثالث مع شعار بن ضابط راهي بن مهيرة علي بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، ولكن نعود نعود مع مرضي، مرضي مع المركز الأول، فاران فاران بن عتيق البريدي، من يقدم لنا مبلش 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 ومرضي، مرضي ومبلش في عصار ثنائي، مبلش مرضي ومبلش، مبلش ومرضي، ولكن مرضي مرضي مبلش 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 مبلش. يا سلام يا سلام، مرضي ومبلش ولكن مبلش مبلش مبلش، فاران بن عتيق البريدي، من يقدم لنا مبلش مع المركز الأول، عتيق بن فاران بن عتيق البريدي، من عودنا دائما وأبدا على الإنجازات على الانتصار على الإنجاز، مبلش 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 مع المركز الأول، مرضي يحاول المحاولات الأخيرة، المركز الثالث السباعي، المركز الرابع يا سلام يا سلام، شاهين بن لفجع، مبلش بن عتيق، مبلش بن فاران، الله مبلش 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 مبلش، من أبلشهم في هذا الشوط، سلام مبلش سلام، عتيق بن فاران البريدي، نهني على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار وتحقيق مبلش مع المركز الأول. المركز الثاني
شاهين للحميدي بن علي بن هادي بن لفجح المري. المركز الثالث كان الوصول من مرضي لصالح بن حمد بن راشد.